قيل على الدنيا باللي أنها دار التواء لا دار استواء، والحدود فيها كتكون مفرقة، في الدنيا بلاء وفي الآخرة جزاء. كل شيء مبتلى بخلاف نوع الابتلاء وباختلاف الشخص اللي تحط عليه الابتلاء. تقدر تلقى شخص مبتلى ولكن راضي وسعيد، عنده رضا وقناعة بما قسمه الله له، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه في حكايتنا الليلة. وآخر اللي يمكن يكون أقل ابتلاء ولكن مفتقد لهذاك الرضا والقناعة. حكايتنا الليلة هي أول حكاية اللي درتني في راسي وحتى في قلبي بالأحداث جلها والتفاصيل المثيرة لما كتسهلاش، ولكن خصصتها بزاف وبزاف باش نقدم لكم هاد الدقائق اللي غادي تشوفوا جايين. إنسانة ما بين نار الأب ديالها الحقيقي اللي مبغاتش تعرف، وحقيقة فساد أمها وأنها خرجت على بزاف ديال الأرواح، وما بين حالتها الحالية اللي صبحت فيها بين ليلة وضحاها. قصة فعلا للعبرة وليست للمتعة. ما تمشيو فين واستمعوا قصتنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه. قبل ما ندخلوا في حكايتنا الليله، ما كرهتكمش انكم تشجعوني بالضغط على زر الاعجاب باش هذا المحتوى يبان ويطلع عند ناس وحده اخرين، واللي الهدف انه الفائده تعم لا اكثر ولا اقل. واذا بغيتوا تكونوا من الناس الاولين اللي كيشاهدوا الفيديوهات كيف كيتحطوا ونقدر نتفاعل مع التعاليق ديالكم، فما تنسوش انكم تفعلوا جرس القناه. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. كتقول صاحبة حكايتنا الليلة أنا لمياء اللي عندها حاليا 32 سنة، تزاديت وسط واحد العائلة اللي هي عادية. كنسكنوا مجموعين في دار كبيرة اللي فيها جدة، زوج عماماتي، زوج عمامي وبا أمي. أمي عندها غير البنات، عماماتي مسيطرين علينا بزاف، ما كنخرجوا ما كندوروا ما كنشطوا. وانا تنكبر كنكبر مزيره، درت 12 سنه، ولكن اللي شافني كان تعطيني اكثر لحقاش كنت فخره تبارك الله. وصلت ل 16 سنه وانا تنقرا، جاو فيا الخطاب، با ما قبلش، قال لهم بلي انه بنتي باقا صغيره. من موراها تصابيت بمرض السكر، نعست زوج مرات في السبيطار. في الاول ما تقبلتش وكنبكي وما كنتش كنرضى، خصوصا فاش تنكونوا مجموعين وشي حد كينوض يقول لي عندك السكر. كنت ديما كنربطها بالزواج، تنقول حيت انا مريضه ما غاديش نقدر نتزوج وحتى حد ما غادي يقبل عليا. هادشي كان في هذاك الاول. من بعد بديت كنقاوم هاد الافكار السلبيه حتى بديت كنتعايش معاه وتقبلته. في سن 17 سنه غادي يجي شحال من واحد يخطبني، امي كترفض. بقى كنعقل واحد السيد بغى يتسطى ويديني، عيا ما يرغبهم في الدار، عيا ما يمشي ويجي، حلفات امي لقبلاته. امي كانت حاطه عينيها على واحد من الحانوت اللي كان عندنا في الدرب واللي كان اصلا هو معاها على قبلي. قال ليها بلي بغيت بنتك وقالت لي مرحبا بك، درت معاه النهار اللي غادي يجيبوا فيه الخطبه. غادي يجي واحد اخر قال ليها بلي بغيت بنتك، حتى هو قالت ليه اه. هي دارت مع الناس وهي اصلا جايين عندها ناس اخرين. المهم داك مول الحانوت جاب عائلته وجاو الحوايج معاهم واستقبلوهم في دارنا وحناو ليهم، وانا صغيره وكنت حشمانة. دازت شي 3 ايام وهي تقول لي ماما راه حتى فلان بغاك، وانا نقول ليها انا هو اللي بغيت. قالت لي لا، مول الحانوت هو اللي غادي تاخدي. قلت لها لا ما بغيتوش. قالت لي هذاك راه غادي يدير لك النقاب. قلت لها ما عنديش مشكل انا بغيت هكاك. وفعلا كنت ديما كنتمنى انني نتنقب مع الزوج اللي غادي يتقدم ليا. قالت لي لا غادي تاخدي هذا وراه غادي يسكنك بوحدك وما غادي يخصك حتى شي خير معاه. تزوجت به واخا با وجده ما كانوش باغيين، ولكن الضغط ديال امي حنيت ليه الراس. درنا العرس والله العظيم داك النهار عمره ما يتنسى ليا، وانا بارده كنبكي، والحاله اللي انا فيها ربي اللي كان عالم بها. العروسات تيكونوا فرحانين فداك النهار ديال عرسهم وانا كان عندي العزو. ناضت عمتي لحد شي كلمه قدام عائله العريس وناضوا مشاو في حالهم مقلقين. تفرتكات الجوقه في ديك الليله. مازال العروسات في الليله ديالهم كيديهم خوتهم ولا الاهل ديالهم. والله العظيم مشيت بوحدي وفي حزن وواحد الحاله بحال مقطوعه من الشجره. راجلي ما خديتوش على حب وما حسيت معاه بوالو. 6 شهور وانا منفوره منه وكنبعد منه وتنفكر باش انني نرجع في حالي. في نفس الوقت شنو غادي يقولوا عائلتي؟ واش غادي يقبلوني؟ اخيرا قررت انني نحيد هذه الفكره حيت ما عنديش اختيار. حملت على زوج مرات وكان تيوقع ليا اجهاض، حتى المره الثالثه غادي نحمل باول ولد ليا. كانت اوضاعي مزيانه وساكنه غير انا وراجلي، ولكن الدار ما كانش كتخوى من عائلته، كيمشي فوج وكيجي فوج. فانا بطبعي انسانه اللي بشوشه وحنونه. داز 9 شهور على ولادتي وغادي يموت راجل اخت الزوج ديالي اللي كانت سميتها حنان، وجات عندي من مدينه بعيده. راجلها مات بواحد المرض اللي هو خبيث، جلست معايا وجابت وليداتها وحضنتها. راجلي اللي هو خوها ما بغاهاش وقال لي عافاك خلينا نبقاو بعاد على المشاكل. قلت ليه فلان شوف اللي ياكلوا واحد ياكلوا زوج وياكلوا حتى 10، ولادها ولادي وهي راه انا وصف. الصلاة على النبي. فعلا جلست عندي وكيسمن على العسل. داري ما كتخواش وتقبلت كل شيء بابتسامة
والصبر اللي عطاني الله والجهد اللي عطاني الله. من بعد مدة وهي عندي تصابت بنفس المرض الخبيث اللي كان عند رجلها، وكانت في فراش الموت وقابلتها حتى صحات، بقيت مقابلها حتى وقفت على رجليها وكتب ليها ربي عمر جديد، لدرجة كتقول كل شيء لو كان ما كانش لاميا كنت غادي نكون دابا في الروضة. من بعد 3 سنين غادي نحمل مرة تانية، حنان تعشرات معايا وبدات كتشوفني كيفاش دايره انا في طبيعي، وكانت عندي ديما واحد صاحبتي كتحماق على طيابي، كانت كتجيب لي الخضره خضره وكنت كنطيبها ليها كتجي كتديها. حنان كانت وقت ما شافتني كندير هكا كتبقى عليا، ولا ما تبقيش ديري هذا الشيء، ولا كانت كتمشي عند راجلي كتقول ليه بلي انه لميا كيجيو عندها صحاباتها وكطيب ليهم، وبلي هذا الشيء راه بزاف عليك انت، حتى وليت كنطيب بالتخبيه. اختو ما حملاش وما قابلاش وكتحرج فيه، كتجي الام ديالها اللي هي حماتي وكتقول ليا باص لك يا بنتي كيفاش دايره معاها. دخلت معاها في صراعات وانا عطيها غير الصبر والسكات. سقت الخبر باللي ولات كتمشي عند الفقهاء تيقولوا لها بلي انك راكي موكله، لميا كتبكي كتقول لي وحق الله وحق معزة ولادي القطه هي الاخرى عمرني قدرت ناديها، عاد باش تقدر نادي بنادم ما نقدرش ندير شي حاجه اللي تغضب الله. لميا كتقول لي كتجي حنان وكتبدا كترجع حاجاكم وتقول لي راني موكله. تنقولها شوفي راه حنا كناكلو ماكله وحده ما يمكنش انتي تاكلي وحنا لا. فبقيت معها في ديك الحرب وهي غارقه غير في الوسواس، وهنا كنت باقي مازال كنعقل فاش يلا تزوجت. واحد مرت خوها كانت قالت لي بلي انه راه كاين عندنا واحد البنت في العائله شويه صعيبه وموسوسه وخايفه غير من جنابها، وداكشي اللي سمعت هو اللي فعلا شفت معها. حنان بعد ما وقفت معها وبقات كتوقف على رجليها ورجعت لصحتها رجعت كتغام جديد. اذا كنت كتشوف غير شي بنت صغيره في الحومه كنسخرها ودورت معها ما كتبغيش وكتقول لراجلي راه لميا كتفرق في الفلوس على الدراري الصغار، تيجي راجلي تيقول لي علاش كتسخري الجيران وما كتسخريش ولاد حنان. كنقول ليه لا انا كنبغي اختك نخلي وليداتها في التقار مساكن تيقراو وما تنبغيش نحرجهم. واخا جبدت معايا العيب بجميع الانواع ديالو انا كنت حطها فوق راسي، هي كتاديني وانا المخيره كنت نلبسها لولادها. راجلي اذا جاب لولادو شي حاجه وربي شاهد عليا ما كنلبسهاش لولادي ولا نوكلها لهم حتى يجيب بحالها لولاد حنان اللي هما ولاد اختو. المهم بقيت الشهور والسنوات كيدوزوا وانا كنبيع انا ورجلي في المجال ديال البيع والشراء في حانوت عنده اللي كان عامر والخير غير مشتت وناشطين والناس غاديه وجايه، وهو اذا نعس بالنهار انا تنمشي نحل في بلاصتو. غادي نزيد نكبر ليه المحل وليت دخلت ليه البصاره الحريره اتاي. من بعد 7 سنين وحنان هي ولادها معايا تحت سقف واحد، حتى لواحد النهار قالت لينا بلي ولادها بداو تيكبروا وبغاو يمشيو ويعيشوا بوحدهم. فعلا هزات حوايجها مشات خرجات كرات وندمات وعاودت رجعت. غادي تسكن معنا لمده 3 شهور لقات ما حسن ومشات عاوتاني من جديد. غادي ترجع تطلع ليا واحد النهار طلبات مني السماحه قدام الناس وقالت لهم بلي ما عمرني ما نلقى بحالها وبدات كتبكي. من بعدها بشهرين بالضبط الحانوت غادي يهبط هبطه صاروخيه، كيفاش وعلاش الله اللي تيعلم بهذا الامر. كنمشي نتسلف لراجلي ونجيب باش نقدر نهزو راسنا من جديد. شحال خديت من عند با اللي كل مره كان تيعطيني تيقول لي والله لا سمحت ليه. ديك صاحبتي اللي كنت كنقاد ليها الماكله شحال عطيتها، نهار كنت نقول ليها راه ما عنديش تنعطيها القليله واللي هي 1000 درهم، نهار وقفت عليها ما ردت لي حتى 50% في داكشي اللي عطيت ليها. وانا من طبيعي ما كنقدرش نقول راني بغيت، ما تجرأتش نقول ليها عطيني. واحد النهار دخلت للحانوت غادي نلقى في واحد المجر شي وراق ديال القمر، وانا نسول راجلي قلت ليه شنو هذا الشيء، قال لي لا راه ما دياليش راه ديال فلان. مشيت تنقلب في واحد المجر اللي فيه الوراق كنجمعوا فيهم الكريدي وحاجات واحد اخرين وكنلقى فيه المخدر ديال المعجون. ازمات الدعوه وهبطنا للزيرو. الحانوت ولينا معمرينو غير بالكراتن، ولينا كنبيعوا فيه غير الخبز الحليب واليوغورت لا غير. تنسول وندعي يا ربي شنو هذا الشيء اللي واقع، تخيلوا شنو غادي نلقى في الحانوت عند راجلي. غادي نلقى الوراق ديال التيرسي وغادي نلقى بلي انه كيزيد على الناس في الكريدي في الكارني. تنقول لي حرام عليك ولادك اش هادشي كتوكلهم، تيقول لي لا هذاك راه كريدي خصني نزيد. اذا شي حد كان عنده غير 150 درهم ديال الكريدي كان تيزيد ليه 200 حتى 300 درهم. واحد النهار في رمضان تأزمات الدعوه وما لقيناش باش نديرو اتاي، ابسط الامور ما لقيناش باش نجيبوهم. وليت نجيب درهم السكر درهم ديال اتاي، والخبز كانت كتصيفطو ليا امي، والماكله اللي كانت كدير في الفطور كانت كتقسمها معايا وكانت كتصيفطها ليا لغد ليه، حيت انا ما كنتش كنصوم مع السكر. ولادي كانوا باقين مازال صغار. هذاك رمضان مازال هزيت حوايج ولدي وخرجت في نفس العام اللي هو 2019 فاش حنان مشات وتأزمنا انا طلبت الطلاق. مشيت للدار عند امي تنقول لهم عمرني ما نرجع لديك الدار راه كتبان لي ظلام، وحتى هذا الراجل ولا كيبان لي ظلام وكحل وما بقيتش كنقدر نشوف فيه. الراجل اللي ضربت معاه 12 عام ديال الزواج باخلاص ما بقيتش حامله. تخيلوا كان كيجي يطلب مني السماحه تنقول له ما بغيتش نشوف، سبحان الله العظيم وجهه كان كيبان لي كحل وريحته ما كنتش كنقدر عليها. تيمشي ويرجع وانا والو،
حلفت بحلوفي لا شفتو. تيقولوا مرا بغيت غير نطلب منها غير السماحه. واحد النهار كنت جالسه مع اختي الصغيره وقالت لي لاميا، قلت لها نعم، قالت لي راني لقيت واحد التصويره نتاع راجلك عند امي في البسطام. قلت لها اش كدير عندها؟ صدمت وما عرفت ما نقول، شكيت وما شكيتش، زعما امي تكون كدير لينا شي حاجه. ما عرفتش، الناس في الاول كانوا كيسولوا في راجلي فين هي لاميا، كان تيقول لهم راه في دارهم. منين شافني طولت اكثر من 15 يوم وغاديه في الشهر ولا اكثر، ولاو الناس كيسولوا فين هي لاميا، كان تيقول لهم راه حصلتها مع واحد. من الحشمه ديالي والاستحياء ديالي تقاشر ما تنحيدهمش من رجلي عزكم الله، وعيني ديما طايحين للارض بين ليله وضحاها. ولات لاميا ما كتسواش، وسخ لي عراضي وشرفي وصورتي، وليت الحديث ديال كل فم. كنت ساكنه في حي شعبي كل شي تعرفني فيه غير بالخير، والله يعمرها سلعة. حتى ولو تيقولوا أويلي واش مفرسكمش بلي لاميا راه راجل حصلها. وليت مشوهة، عائلتي مجيهة بومي كل شي فراسو بلي لاميا حصلها راجلها. دارنا سمحوا في الدار ومشوا سكنوا في بلاصة واحدة أخرى. مسكين با هز راسو وحولنا ومشى لعند الطليق ديالي بغى يضربو. قالي علاش قلتي في بنتي ديك الهضرة؟ مرضت مرضة خايبة وجاوني الكواتر. في 28 سنة طلقت رسميا. هنا غادي نتحول من انسانه كان عندها محل كتخدم فيه الناس وتجيب مساعدات لدارها، انسانه اللي كانت كتهلا في الكبير والصغير، دارت عليها الايام وليت انا اللي كندير داكشي. انا اللي وليت كنخرج نقلب على فين نضف باش نهز راسي ولادي، وليت نخدم في الديور، واللي عطاو ليا كنشدو فرحانه وكنقول حمدتك يا ربي وشكرتك. المهم ولادي ما ياكلوش الحرام، هذا هو المهم. في الاخر ديال النهار هاللي تعطيني خبيزه، هاللي تعطيني حليوات لولدي، وغير فاش تنرجع بحال هكا يدي عامرين تنقول حمد الله وشكره. ما بقيتش كنقدر ندوز من الحيفاش كنت تاديت، ولا كبرت ولا قريت ولا عشت ولا تزوجت، ما بقيتش كنقدر نقول حتى السلام. هذاك على من طيحت صحتي خسر لي صورتي، وما بقى حتى حد يقدر يشوف فيا. هو هرب للناس بفلوسهم بسلعتهم، ولاو الناس كيدوروا وكيقلبوا غير عليا باش انني نوريهم فين كاين. انا تنقول لهم بيني وبينه غير الخير والاحسان وحرر الرزق ما بيناتنا. مهما داكشي كله تقيت فيه وجه الله على ولادي واتقيت شره، ما درتش كيف دار، ما وسختش ليه صورته وما فضحتش ليه اسراره. الناس عرفت الحقيقه ديالو وجاو يطلبوا مني السماحه وكيعنقوني. عشت في الدار مع والديا، خواتاتي قالوا لي بلي انه امي كتمشي لعند شي فقيه. شكيت وتاكدت لان امي ولاو كيمشيو ليها الفلوس بكثره، فين الله اعلم. امي فين هي؟ راه سافرات، فين الله اعلم. مع الوقت تعرفت على واحد الشخص في التليفون، بقينا كنهضروا، شافني مو بغاتني، قالوا هذه هي السيده اللي بغينا لك، دماره ومره ونص ديال الوقت. لقيتو بلي انه باقي صغير في عقله ومازال طماع لواحد الدرجه ما كتصورش، بغى شي وحده اللي تخدم عليه. ما بغيتوش وانا ندوي ليه وانا نقول ليه شوف اخويا انا ما عندي ما ندير بك، من الاحسن انك تمشي تختار لك شي وحده باقا عزبه اللي قدك. راني واخا باقا صغيره في السن ديالي عقلي راه كبير. المهم مشى حتى قلب على الطريق ديالي وقال ليه ما لقيتي ما تاخذ غير ديك العائله والهضور، كل واحد وشنو كان تيقول في العرض ديالي ما بيناتهم. غادي نصيفط ميساج لاخت هذاك اللي كان باغيني للسواج. قلت لها عافاك تلاقينا خوت نتفرقوا خوت، علاش خوك غادي تيصيفط لبات ولادي تيحرشوا عليا؟ انا ما بغيتوش، قولي ليه يفرقني. راه بات ولادي صيفط ليا اوديوهات ديالو، هي انا دوات معاه قال ليها هاكي صيفط لها هذا. لقيت بات ولادي تيقول عليا باللي حنا عائله ما كنسواوش، امي وعماماتي فاسدات وبا واعر. واللي صدمني في هادشي كله هو انه قال لي بلي انا اصلا ماشي بنت داك السيد اللي كتقول لي با. صدمت ومشيت للحيفين تاديت بقيت تنسول بديت كنسول في على الهضره طايره بانني انا ماشي بنت السيد هذا. كيقولوا الاب ديالي انا ما نكذبش عليك، والله يا اختي امي ما باغاش نعرف الحقيقه. وبلي الاب الحقيقي ديالي من جنسية عربيه واحده اخرى. واحد النهار قبل ما نتزوج خالتي كانت قالت لي سيري قلبي على باك. ما دخلتش لي هاد الهضره لراسي حيتاش على بالي بلي انه هاد خالتي ما عندهاش مع امي فما تسوقش ليها، ولكن فاش سمعت بات ولادي عاود نفس الجمله لوحد اخر براني صرفقت. كيفاش هو فراسو وانا ما فراسيش؟ ما تقبلتهاش، ضرني خاطري قديمة بزاف. والله دابا راه واخا كنعاود غير ربي اللي عالم بيا، قال لي راه هاديك اصلا ماشي بنت هاديك السيد، راه بنت واحد السيد كانت مع امها وراه جات حامله فعلا الام ديالي. وخا والديا كانوا مقاطعين مع ماماتي انا كنت نمشي عندهم. مشيت عندهم واحد النهار وانا نقول لحدا فيهم عمتي راني سامعه بلي با ماشي هو با. قالت لي والله اعلم اصلا امك راه جات بيك. امك كانت كتخدم عند واحد في مطبعه واللي كان عنده حتى الحمام، كان شاري لها واحد الطقم ديال الذهب من السلسله وخاتم بالطوانق ديالها، ما عرفتش شنو كان بينها وبينه. وجدك الله يرحمه وجا عند امك واحد النهار فاش كنا ساكنين مجموعين وقال لها كون خديتي هذاك
علاش خديتي هذا؟ وانا كنت اسمع من الفوق. فاش واجهتها قالت لي اه كنت معاه. وحتى واحد صاحبة عمتك الاخرى كانت خدامه في المطبعه مع امك اكدت لينا هذا الخبر. بقيت ساكته ومحبوسه ديال الهضره هنا وفوق قلبي، ما بغيتش نعرف وما بغيتش نسول. هذيك كتبقى امي وهذاك تيبقى با. بطبيعه الحال شحال من مره حاولت باش انا نجلس مع امي ونسولها على الماضي، ما تنقدرش. بعض المرات حتى كنجبد هذا الموضوع كتبدا امي كتضحك وتحضر راسها، ما عرفتش علاش. الشباب فعلا ما كنشبهش ليهم لا البا ولا العماماتي. الامية كتبكي وكتقول لي صعيب نعاود لكم شي حاجه خايبه على امي، امي ما بغاتش ولادي. كتدور وتقول لي اعطيهم لباهم ما تشديهمش. ولادي دايما والدي عايشين في الجحيم، في القمح، في الدوران، كل شيء كيغوت، كل شيء كيعير. خواتاتي، ماما، بابا مسكين ما بقاش عنده الصوت. والله اختي امي عرفش فين غادي نعطي راسي. قهرتهم ساكن وانا ما عندي جه. باهم ما يبقى يسول فيهم ولا يحط الريال هو التالي عليهم. بالنهار تنخرج نضرب تمارة على ولادي عند العيالات في الديور. كاين اللي كتعطيني 120 درهم في هذاك النهار، 130 درهم، واللي كترات معايا وتهلات فيا كتعطيني 200 درهم. مؤخرا مسكين مشيت كنجف في واحد الدروج هنايا ويقول لي ماما فين غاديك؟ قلت له غادي نمشي نجف غير واحد الدروج. ويقول لي انا غادي نمشي معاك. وانا نقول لي يلاه زيدي يلاه مسكين غادي معايا. هز لي بيجامه صوريت في هذاك الموبيل ما غادي يدخل على واحد دريب بيكالت وعرفتي زير لي ليديا واحد زيره عمرها ما تنسى ليا امي باختي. كيزير عرفتي مزير ليا ليديا كيقول لي ماما ما تسمحش لك ماما ما تسمحش لك. علاش ولدي؟ قال لي ماما كتخدمي هاد الدار صاحبي، ماما كتخدمي هاد الدار صاحبي. ماما راه ما رضاش يقول لي ماما كدير الميناج. وانا نقول لها الحمد الله وليدي اللي كنجيب لكم بالحلال ما نجيبهاش لكم وليدي حرام. يلاه جا عندك دين تبرمت في الغيس والجزء ونتخيل لكم وصل الغيس ونجبد امو وصل الغيس وما يهمنيش ماما وليدي. المهم خاصكم تعرفوا ماماكم اللي كتجيب لكم فلوس. قال لي باش انه يمشي عند واحد الميكانيكي يخدم عنده السبت والحد. ولدي الكبير عنده العقل ديال راجل ناضج تبارك الله. اما ولدي الصغير اللي عنده 9 سنين باقي غير باغي يلعب ومازال ما فهمش الحياه مزيان. ولدي الكبير اللي عنده 12 سنه تصاب بمرض اللوسيميا واللي هو سرطان الدم. تبعت ليه ولكن دابا حبست ليه لانه ما عنديش الفلوس ولا حتى باش نتنقل ولا حتى باش ندير ليه كل مره التحاليل. كنشوف فيا وكيقطع ليا قلبي ولكن ما عندي ما ندير ليه. انا حيره وتالفه ومريضه وصوتي غادي وتيمشي ليا بالكواتر. حتى انا حبست باش انا نتبع عند الطبيب مبقاش كنشرب الضوء. انا راضيه بالقضاء والقدر والحمد لله على كل شيء غير منين ما تبليتش وما حماقيتش وما خرجت على الطريق بسبب هذا الشيء مناش دزت. كنحمد الله ونشكره. با كنبغيه ولا بغى حتى عيني نعطيهم ليه. انا ما عارفاش قصتي وبقى تايهه ومجهوله ولكن تنحمد الله. با نتا دابا كنثق فيه اكثر من كل شيء حنين عليا وهو اللي هز ليا دابا ولادي. الله يعوضه في جنته. اما خلاصه القول كل واحد فينا ديك العائله تيخلص بسبب فعل امي. اختي الصغيره خرجت على الطريق حيت شافت شي حوايج على امي وهي كانت معاها. اما انا شفت كثار منها. مثلا جداتي الله يرحمها تسرقات وماتت بسببها. با تسرق وحتى عمتي تسرقات وداكشي غادي وكيتكرر. وانا عارفه شكون السبب. انا عارفه بلي انا امي هي اللي كتسرق ولكن عمرني قدرت نبوح. شفت اكثر من هذا وبقى شاده في طريق الله. امي فاش كانت عايشه مع عماماتي كانوا حاكمينها ما كتقدرش تململ. نهار عاشت بوحدها ولات خيطي بيطي من الدار. با مسكين ما بقى عنده جهد ليها. سولت لميا انها تبوح لي اكثر بالموضوع على الام ديالها ولكن استحت وما قدرتش. قالت لي انا عارفه بلي ان امي دايره بزاف ديال الاغلاط وما نقدرش وما عنديش الجراه انني نعود عليها كل شيء. اذا شفتيها عندها الصوره نتاع ملاك ولكن مخبيه اسرار ما علم بهم غير الله وانا واختي الصغيره. اختي الصغيره اللي غاديه في الضياع والتبلات وغاده في الهلاك. حدي كنسرح صلايتي كنصلي كنقول يا ربي صفر لبابا يا ربي سهديا عارفه شنو دايره وبزاف 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 ما قدرتش نحقق لها وما قدرتش نعاود لك كل شيء. كتقول لي لميا بعض المرات كنبغي نشد في الضبة ونقول لي شنو تدير امي. ما تنقدرش. امي غاده في الغلط والتعويض واكثر من هذا. با ولا يكره خواتاته واحد الكره ما كيتصورش غير تنذكرهم ليه تيبدا يخاصم ويغوت ويعاير. عرفت بلي انه الموت نتاع جده كيفاش جا وعرفت بلي انه الفراق نتاع با مع خوتو منين جا. عرفت بلي انه فراقي مع راجلي شكون اللي كان السبب فيه. ناس بزاف اللي تاذوا من امي. ما بغيتش امي تكون بحال هكا. بغيت امي تكون قدوه ليا ولولادي. بغيت امي تهز بيا ونهز بها راسي. انا تنصرف غير الخير في حياتي ولكن داكشي اللي كتصرف هي مع الخلق كيخرج فينا حنا ولادها وولاد ولادها. انا مازال عندي ولادي اللي كندمر عليهم ولكن صحتي مشات وانا عندي غير 36 سنه. ندمت على حوايج كثار في حياتي ولكن ما قدرتش نتحكم فيهم ولا نبدلهم ولو تعود القدر لانهم كانوا مبززين عليا. حكايتي طويله ولا زالت تستمر.
وهذه حكاية لمياء لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كنختاروش والدينا ولسنا مطالبين باش أننا نحبهم إذا ما كانوش مزيانين معنا، ولكن مطالبين باش أننا نصاحبهم في الدنيا معروفة. لمياء، من الأحسن أنك تستري أمك، وما تحاوليش أنك تفكري باش أنك تفضحيها عند باك، والله غادي يرد بها ويغفر ليها. وباش نكون معاكم صريحة يا متابعين يا كرام، من بعد حكاية الليلة تأذيت بزاف نفسيا. لمياء ما فرقوهاش دموعها في تقريبا 3 سوايع وهي كتحكي لي حكايتها او لحياتها. عيشتني معها كل لحظه بلحظه، وامتصيت كل السلبيات اللي عشتهم، تزيرت وخلاني هادشي نقول مع راسي: اين نحن من وسط هاد الناس الاقوياء اللي ربي عطيهم هاد الصبر والقوه باش انهم يتحملوا هاد الامتحانات في هاد الدنيا؟ كنخلصوا من هاد القصه ديالها، انه هناك ابتلاءات كيبتلي الله بها العباد ديالو باش يميز بها المؤمن من الكافر لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن بعد المرات كيبتلي الله العباد ديالو بالمصائب باش يرفع الدرجات ديالهم وتكفير سيئاتهم، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فجرت سنة الله في عباده الابتلاءات بالمصائب والفتن باش يبان المؤمن من الكافر ويتميز الصادق من الكاذب. لمياء، الله يدير لك الخير في ولادك ويعودك على كل حزن، الله يشافيك ويشافي لك ولدك. ربي ما عطاك هذا الشيء الا وعارفك باللي انك قادره تستحمل هذا الشيء كله. يمكن الا طحت انا ولا شي حد من المتابعين في نفس الحاله ديالك يمكن ما نقدروش نستحملوها، ولكن مولانا عطاها لك بالاسم ديالك انت والجهد ديالك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي ما عطاها لك الا وعارفك باللي انك قادره تصبري. وما تنسيش انه غادي يجازيك خير جزاء على هذا الصبر. كلمة الصبر كلمة اللي كيجمعها غير الفم، ولكن المعنى ديالها شي حاجة كثيرة وقوية. الله ينصرك يا متابعين يا كرام. ما خكرتش أنكم تخليوا الرسائل مواساة للمياء لأنه فعلا تستحقها، فهي ما بين أكثر الناس فهد كده 40 حلقة اللي درت اللي كتستحق دعم نفسي كبير. وإذا شي حد قدر فيكم باش أنه يدعمها حتى ماديا وخا ما طلبتهاش مني، فما تنسوش باللي أنه مولانا لا يضيع أجر المحسنين. دعواتكم على مياء غادي تسناكم في التعليق لتحت. اللي ما قدرش يدير فينا شي حاجة ماديا نحاولوا أننا نعطيوها دعاء كهدية لروحها. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا في مقاريب. سلام سلام.